الندوه كانت بحضور ابطال العمل، غاب عنها نيكولا معوض، وكرم نادي روتاري رحاب اسره مسلسل طلعت روحي من بعد النجاح الكبير اللي حققه. المسلسل بصراحه نجح قوي، مكسر الدنيا يعني، خضنا بصراحه النجاح بتاعه. مبسوط طبعا جدا، يعني دي احلى حاجه في الدنيا ان حد يعمل حاجه وتوصل للناس والناس تصدقها وتحبها، فالحمد لله. اكيد مبسوط، اكيد بتشرف ان انا بروح اي جهه بتدعونا كلنا كاسره المسلسل، والاحلى والاحلى ان دايما اسره المسلسل. الندوات والتكريمات والصحفيين اللي بيتكلموا وياخدوا اخبار وكده، ده طبعا يعني ده معناه ان الحمد لله المسلسل عمل نجاح حلو ومسمع كويس. طلعت روحي بيدور حول فتاه تطمح ان تكون عارضه ازياء مشهوره، تتعرض لحادث سير وتوفت. زي ما هدوم دليده دخلت في دولاب عاليه، روح دليده دخلت في جسم عاليه. وهو البطوله الاولى لانجي وجدان، واللي كانت واثقه جدا من نجاحه. كان عندي احساس ان شاء الله المسلسل ده هيعمل شغل حلو مع الناس، سبيشي ان هو اتعرض قبل كده على قناه مشفره وكان رد الفعل حلو الرازي، فكنت متوقعة ان شاء الله ان هو هيعمل يعني فيدباك لطيف جدا السنه دي. عمري ما حسبتها ولا عرفت ازاي ممكن احسبها، ميبي عشان اتعودت ان انا امشي ورا احساسي وخلاص، وبصراحه احساسي عمره ما خان. وبجانب انجي المسلسل كان خطوه مهمه جدا لباقي اسره المسلسل. طلعت روحي مسلسل بالنسبه لي انا في طريق شغلي يعني يعتبر قفزه كبيره جدا، وشخصيه بكير الحلواني كشخصيه في المسلسل وكحب من ناحيتي انا يعني عاطفيا انا متعلق بيها جدا جدا. اسلام ابراهيم جذب الانتباه بشخصيه تيسير. يور ماي باك بون. هو انا يعني بسلك في الانجليش ساعات، بس دي مش لقيتها قوي، بس يعني واضح ان هي حاجه حلوه. دور مكتوب حلو قوي، مخدوم حلو قوي، مش بس كوميديا وهزار وكده، لا هو عنده في بعد انساني جامد جدا، وفي مواقف مهمه، ودور صعب محتاج ممثل شاطر ان هو يبقى قادر وقت الكوميديا اللايت او وقت الضحك يضحك، وقادر لما يكون في مشهد بجد يعمله بصدق. وبرغم متابعه واشاده الجمهور بطلعت روحي الا انه واجهته بعض الانتقادات. كل الناس من حقها انها تعبر زي ما هي عايز، اللي بيحبنا اولا مفيش حد في العموم بيجمع على شيء، يعني في نسبه كبيره من الفرجه، نسبه كبيره من الحب، لكن اكيد في ناس ممكن ما تحبناش، في ناس ممكن ما، وانا ما عنديش مشاكل في ده.